السلام عليكم. في الفيديو دوت انا هتكلم عن الهيلينج، بالذات الهيلينج باي فيرست انتنشن. عملت قبل كده فيديو عن الميكانيزم اوف انفلاميشن، لو عايز تشوفه ممكن تبص عليه، هتلاقيه يظهر على الفيديو او هتلاقيه في الديسكريبشن. الحقيقه ما اتكلمتش عن الكرونيك انفلاميشن لان حسيت ان الكرونيك انفلاميشن هو الانفلاميشن العادي لكن على فترات اطول واختلافات بسيطه. فلو انت محتاج تفهم الجوهر بتاع الكرونيك انفلاميشن فشوفوا برضو الميكانيزم اوف انفلاميشن، هو نفس الحاجه لكن باختلاف بحاجات بسيطه. لو بتقرا من كتاب الجامعه او من كتاب تاني هتلاقي الدنيا متقاربه جدا، لكن ان شاء الله قريب هيكون في فيديو عن الجرانيولوما وصعب شويه. يعني على العموم لو عملنا فيديو عن الجرانيولوما او عن الكرونيك انفلاميشن هتلاقي اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن، واللينك طبعا بتاع الهيلينج باي سكند اكستنشن هيكون موجود في الديسكريبشن وهيظهر على الشاشه في نهايه الفيديو دوت اللي انا هتكلم فيه عن الهيلينج باي فيرست انتنشن. طيب هيحصل هيلينج ليه؟ هو كان حصل قبل كده مشكله؟ كان حصل تعويره، او كان حصل ان احنا في عمليه جراحيه، او كان حصل ان انت اتحرقت، او كان حصل اي مشكله ادت ان الابيثيليال سيلز بتاعك اتكسرت. خلي بالك ان احنا عندنا في الهيلينج باي فيرست انتنشن الابيثيليال لاير بس هو اللي بيتضرر، لكن في الهيلينج باي سكند اكستنشن بيكون الخساره في السيلز بتاعتك اكتر كتير، زي مثلا في الخراج، الابسس، الاسريشن، القرحه. القرحه ديت برضو عشان اوضحها شويه بيكون زي اللي بتظهر على شفتك من جوه، ما تقول نطر بلد على شفتك وحاجات زي كده. ده طبعا بيكون هيلينج باي سكند اكستنشن. اما الهيلينج باي فيرست اكستنشن زي ما وضحت في الاول ان هو بيكون مشكله في الابيثيليال لاير بس، حرق بسيط، تعويره بسيطه، عمليه جراحيه بسيطه خالص وبعدين بنخيطها في النهايه. المهم ده جرح بسيط وبنسميه ان هو بيلتئم، يعني بيلتئم افضل من التاني، فبنسميه هيلينج باي فيرست انتنشن او اول خطوه. يعني مش اول خطوه، يعني الفرصه الاولى للجرح ان هو يرجع طبيعي تاني. زي ما قلت لك ان هذا الفيرست انتنشن او الهيلينج باي فيرست انتنشن بيكون في الحالات البسيطه، يعني مثلا انت كتير جدا مننا اتحرق والحرق ما بقاش موجود دلوقتي، وفي ناس اتحرقت والحرق بقى موجود، ده طبعا حصل ديبوزيشن للكارتليج او فايبروبلاست موجوده كتير قوي. كتير مننا اتعور والتعويره ما بقتش موجوده اصلا، او عمل عمليه جراحيه وخلاص الموضوع ما بقاش موجود، حتى بقى يعني تقريبا 100% زي ما كانت. فالموضوع دوت بيمر بثلاث مراحل. اول حاجه انفلاميشن، وطبيعي جدا يحصل انفلاميشن لما بعض الخلايا في جسم تموت، ما انا لما خلايا في جسم تموت لازم الخلايا البيضاء تيجي تاكلها، ما هتفضل موجوده خلايا ميته ملهاش لازمه، يعني ده هيكون طبعا بكتيريا بتيجي عليها فلازم الخلايا البيضاء تيجي تاكلها. تاني مرحله هو البروليفريشن بتاع الابيثيليال سيلز، لازم الابيثيليال سيلز تبدا ان هي يعني تتكاثر، تعمل يحصل لها ديفيجن علشان تعوض الخساره اللي خسرتها. رابع تالت حاجه ممكن تحصل او المفروض تحصل يعني ان الكونكتيف تيشو بقى يجي يقعد في المكان دوت ما بين الخلايا، او يعني ايه في الديفكتس اللي الخلايا ما قدرتش تعوضها. يعني احنا عندنا البروليفريشن بتاع بعض الخلايا ملا تقريبا معظم المكان، فعايزين بقى نجيب حاجه زي البيزم الباك جراوند تبقى موجوده علشان تمسك الخلايا دي في مكانها، فبيكون الكونكتيف تيشو، وده اللي بنسميه السكار. طيب خلينا بقى نرجع للقصه من الاول شويه بس التفاصيل اكتر شويه. برضو اول ما انت بتتعور مثلا ده بيكون محفز قوي جدا ان يخلي الكواجوليشن باس واي يشتغل، ولو مش عارف يعني ايه كواجوليشن باس واي فهتلاقي اللينك بتاعها ان شاء الله هنعمل عنده فيديو قريب جدا موجود في الديسكريبشن. المهم يعني لما بتتعور الكواجوليشن باس واي ده بيشتغل، والنتيجه بتاعته ان هو بيكون جلطات. الجلطات دي مش وحشه، الجلطات ديت عشان تمنع النزيف، بدل ما انت تفضل تنزف على طول لما تتعور تعويض في صباعك، لا الجلطات دي بتتكون وتوقف النزيف. الجلطات ديت بتكون سطح ملجا قوي وحلو جدا لكل الفاكتورز وكل الكيموكاينز واي ميجريتنج سيلز موجوده في المنطقه ديت علشان الانفلاميشن اللي حصل ده. من الجروس فاكتورز اللي بتكون موجوده في الوقت دوت هي الفي اي جي اف، الفاسو اندوثيليال جروس فاكتور. الفاسو اندوثيليال جروس فاكتور دوت ده بيشارك في الانجيوجينيسيس. يعني ايه كلمه انجيوجينيسيس؟ انجيو يعني بلاد فيسل، وجينيسيس يعني صناعه، فالفي اي جي اف او الفاسو اندوثيليال جروس فاكتور بيشارك في صناعه الاوعيه الدمويه الجديده. طب ليه نعمل اوعيه دمويه في المنطقه ديت؟ نعمل اوعيه دمويه في المنطقه ديت علشان الاوعيه الدمويه بيكون فيها دم، والدم ده بيعمل للمنطقه دي سبلاي بالنيوتريشن وباليوكوسايتس وبالبلازما اللي فيها البروتين والحاجات، كل الحاجات المهمه اللي المنطقة دي هتحتاجها وهي بتعمل ريجنريشن بتاعها، فلازم نعمل بلاد فيسلز في المكان ده. خطوات الانجيوجينيسيس الصراحة خطوات كتير، يعني ممكن ما تحتاجش تعرفها، لكن في النهاية بيتكون بلاد فيسل في المنطقة ديت temporary. يعني ايه temporary؟ يعني
موجود مؤقتا، وهنشوف بعد كده يعني ايه موجود مؤقتا. وبسبب صناعه الاوعيه الدمويه ديت او الانجيوجينيسيس، الانجيوجينيسيس في الاول او البلاد فيسلز في اولها بتكون لسه هشه، ما بتكونش الاندوثيليال جانكشن او الانتر اندوثيليال جانكشن بتكون لسه نوت ويل ديفلوبد، فبتسمح للبلازما ان هي تعدي ما بين الاندوثيليال سيلز فتعمل لنا في المكان دوت ادمه او يعني اكسدويت. لو انت مش عارف يعني اكسدويت فارجع للفيديو بتاع ميكانيزم اوف انفلاميشن موجود فيه، يعني ابقى اظهر لك الدقيقه الموجود فيها لو انت عايز تفهم الفرق ما بين الاكسدويت والترانس اكسدويت والادمه يعني بشكل عام يعني. وهيكون في فيديو للادمه برضو يعني، ما شاء الله الحلقه مليانه فيديوهات لسه تتعرض. خلال اول 24 ساعه بيكون موجود عندنا نيوتروفيلز بكثره في المكان دوت. اشمعنى النيوتروفيلز؟ النيوتروفيلز هي من الوايت بلاد سيلز، وهي اسرع حاجه بتستجيب للكيموكاينز الموجوده في المكان. بتيجي وبرضو بتبان في الاكيوت انفلاميشن تحت الميكروسكوب، بتكون لونها ازرق. اللايف بتاعتها صغيره يعني يدوب يوم او يومين، فبتموت بسرعه، فعشان كده بنلاقيها في الاكيوت انفلاميشن اكتر. يبدا النيوتروفيلز دولت يعملوا ريليز للبروتيلايتيك انزيمز في المكان دوت. ليه؟ علشان الخلايا اللي ماتت بقى والبقايا بتاعت اي حاجه موجوده ملهاش لازمه تبدا ان هي تتشال. كل ده كان خلال اول 24 ساعه. خلال تاني 24 ساعه او من اول ال 24 ساعه الاولانيين لحد 48 ساعه بيبدا البيزمنت ممبرين يتكون عن طريق ان مثلا لو انت متعور تعويره بالطول كده، فيبدا البيزمنت ممبرين يتكون من ناحيه اليمين او ناحيه الشمال لحد ما يتقابلوا في النص. وبكده يبقى اتكون عندنا لاير من الابسيليال لاير، بس هي يعني لحد دلوقتي هي فيري سين، يا دوب يعني حاجه تغزي العين. في ثالث يوم ان شاء الله النيوتروفيلز بيبداوا ان هم يتبدلوا بالماكروفيج، والصراحه الماكروفيج دوت من عظيم عظماء الوايت بلاد سيلز، له دور رهيب جدا 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 في اي حرب. الماكروفيج ده حاجه يعني ايه جامده جدا. وليه الماكروفيج عملاق وجامد كده؟ لان هو بيعمل ثلاث حاجات او كذا حاجه كتير قوي، بس انا هتكلم عن ثلاثه دلوقتي وكمان شويه كمان شويه حاجات تانية. الثلاثه اللي هنتكلم عليهم دلوقتي وهو انه بيشيل الديربس الموجوده او الحطام الموجوده زي النيوتروفيلز كده بالظبط، كمان هو بيقعد لنا الفايبرين في المكان او بيحط لنا فايبرين في المكان، يعني حاجه كده من ضمن اللي هو بيقوي التعويره دي شويه، يعني مش بيخليها هشه، بيقوي الموضوع شويه، بيعمل بروموت للانجيوجينيسيس يعني بيدعم البلاد فيسلز اللي بتتعمل، بيساعد في انها تتعمل اكتر. كل ده زي النيوتروفيلز برده. برضو كمان بيعمل حاجة تانية مختلفة شوية، الـ ECM deposition أو الـ extracellular matrix deposition. الماتريكس اللي بيكون حوالين الخلايا من بره هو بيعمل له الـ deposition بتاعه. حاليا في اليوم الثالث وقت احنا الابيثيليال سيل عملت بروفليشن، بدأ السيكنس بتاع المكان اللي كان فيه مشكلة يبقى قريب جدا جدا من الطبيعي أو يمكن بقى زي الطبيعي أصلا. دلوقتي احنا وصلنا لليوم الخامس. اليوم الخامس بقى حصل فيه ايه؟ دلوقتي احنا يعني الموضوع بقى تمام، بس ناقص لنا حاجه، يعني ناقص لنا كده حاجه جميله قوي المفروض تيجي، الفايبروبلاست. الفايبروبلاست يعني لازم تيجي في موقف زي ده، يعني في تعويره وعايزين نرمم مكان التعويره، يعني الفايبروبلاست ما تجيش، لازم تيجي. تيجي عن طريق الكيموكاينز. ايه هم الكيموكاينز؟ التي ان اف بقى تومر نكروزس فاكتور، البي دي جي اف البليتلت درايفد جروس فاكتور، التي جي اف ترانسفيرس جروس فاكتور بيتا، ال FGF الفايبروبلاست جروس فاكتور. كل الحاجات دي بتنادي على الفايبروبلاست تيجي، وكل الحاجات دي برضو بلس الانترليكين 1 كلهم بيشاركوا في ان يحصل بروليفريشن للفايبروبلاست عشان تملى المكان، علشان تعوض يعني مكان الخلايا اللي احنا خسرناها. كل الحاجات دي بقى مصدرها ايه؟ يعني مثلا التي ان اف ده طلع من فين، البي دي جي اف طلع من فين، التي جي اف طلع من فين، الاف جي اف دول جم الانترليكين 1 ده، الحاجات دي كلها جت من فين عشان تجيب الفايبر بلاست دوت؟ كل الحاجات دي جت من الماكروفيج. يعني اذا الماكروفيج بيشارك في الهيلينج كويس جدا. خلي بالنا ان احنا عندنا نوعين من الماكروفيج، الاول واحد اسمه ام 1 وده بيشارك في تدمير البكتيريا واي حاجه مضره، وام 2 ده بيظهر بعدين بقى بعد ما خلاص خلصنا الليله، الام 2 يجي او الام 1 بيتحول لام 2 ويبدا يطلع لنا الحاجات اللي بتشارك في الهيلينج زي البي دي جي اف والتي جي اف بيتا والاف جي اف كلام دوت. الفايبروبلاست بقى يعني طلع لنا شويه اي سي ام بروتينز، يعني اكسترا سيلولر ماتريكس بروتين، وبرده ينزل شويه كولاجين فايبرز في المكان، فالتعويره تمسك نفسها وترجع متماسكه تاني. في الاسبوع الثاني يعني بعد 14 يوم بحالهم
نرجع نلاقي الفايبروبلاست لسه بيعمل بروليفريشن يا جدعان، والكولاجين لسه بيعمل اكيموليشن. الناس ديت ما بتبطلش شغالين حتى بعد اسبوعين كاملين. لكن خلينا نتكلم عن باقي الحاجات برضو. الصراحة يعني الإدمة ما بقتش موجودة، البلاد الليكوسايتس ما بقوش موجودين، البلاد فيسلز هي كمان ما بقتش موجودة. الموضوع دوت اسمه بلانشنج، يعني تبييض. يعني البلاد فيسلز كلها بدأت تختفي من المكان اللي كان فيه تعويرة لحد ما بقى المكان دوت لونه ابيض. ده ممكن يفسر لك اشمعنى يعني المكان اللي كان فيه تعويرة قبل كده وترصب مكانه الكولاجين لونه ابيض قوي وما فيهوش اي لون احمر زي جلدك العادي، لان انت عندك المكان ده بيبدا تبعد عنه البلود فيسلز. لحد ما نوصل لبعد شهر بحاله يكون كل حاجه وصلت للطبيعي بتاعها، واصلا التعويره انت ممكن تبص عليها وما تعرفش اذا كان دي كانت تعويره زمان ولا ما كانتش ولا ايه نظامها. الفكره بس ان هي هتفضل معلمه شويه بمكان اللي بقى لونه ابيض وبارز شويه فوق الجلد سنه صغيره، ولكن على الاقل الحمد لله رجعت زي ما كانت. الفيديو اللي جاي هتكلم عن الهيلينج باي سكند انتنشن، هيكون موجود دلوقتي على الشاشة ان شاء الله لو كانت عمل. وما تنساش بقى تقول رأيك في الفيديو دوت، عجبك مثلا، فهمت ما فهمتش، كان طويل شوية كان قصير شوية، كان محتاج تفاصيل اكتر، كان محتاج صور اكتر. متكسفش تقول رأيك يعني عادي، محدش هيشوفك، حتى لو حد شافك مش هيشوفك، وانت مش هيشوفك وانت عريان يعني، ده مش هيشوفك وانت بتقول رأيك. مع السلامة.